بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم أنا دكتورة سوسن ناجي التميمي عن موضوع مهم، وهو أنه كثير من مرضى السكر طبعا يعني يأخذون مرضى السكر النوع الأول أو من النوع الثاني الذين بسبب عدم التحكم بمستويات السكر في دمهم، بالتالي اضطر الطبيب لصرف الإنسولين لهم. إذن في البداية أريد أن أوضح أنه عندما يأتي شخص ويقول أنا أخذ إبر إنسولين، كثير من الناس يتوقعون أنه من النوع الأول ويقولون بما أنك تأخذ إبر إنسولين إذن أنت لست من النوع الأول وإنما من النوع الثاني. لا، هذا المعتقد خطأ، تمام؟ لأنه النوع الأول أنت ستضطر لأخذ الإنسولين من البداية، أما النوع الثاني إذا لم تتحكم بالأسباب التي أدت إلى السكر، إذا لم تمارس الرياضة بشكل يومي، إذا لم تمارس نظام حياة مختلف عن نظام حياتك السابق، فإنه مستويات السكر لن تتعدل، وبالتالي حتى الحبوب لن تجدي نفعا، وإنما سيضطر طبيبك لصرف إبر الإنسولين. إذن هنا اتفقنا بشيئين: الشيء الأول أنه إبر الإنسولين من البداية تعطى لمريض السكر النوع الأول، والشيء الثاني أنه إبر الإنسولين ممكن أن يأخذها مريض السكر النوع الثاني إذا كان مستويات السكر لم نستطع أن نتحكم بها بالأدوية. طبعا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، وأريد أن أخبركم عن الموضوع الذي أريد أن أحدثكم عنه في هذا الفيديو، وهو أنه من الناس الذين يستخدمون الإنسولين سواء النوع الأول أو النوع الثاني، وعادة الأشخاص والمرضى الذين لا يسلكون سلوك صحي ولم ينتبهوا لمستويات السكر في الدم ولم يحاولوا أن يساعدوا أنفسهم ولا بشيء، ويأكلون بشكل خاطئ ويمارسون حياة يعني كلها أشياء مدمرة لصحة الجسم، فلا يمارسون رياضة ولا يتبعون الحمية الغذائية ولا يلتزمون بما يقول به الطبيب. هؤلاء ستسوء حالتهم مع الوقت. بالتالي ماذا أريد أن أقول لكم؟ أريد أن أقول بأنه هؤلاء المرضى في وقت معين من يعني حياتهم سوف يقولون بأنهم لم يعودوا بحاجة لإبر الإنسولين. يعني فجأة المريض يقول لك أنا كنت أخذ إبر، يعني 3 إبر في اليوم، صرت إذا أخذت إبرتين في اليوم أدخل بهبوط سكر، سبحان الله لقد تحسنت. ماذا يقول؟ يقول لقد تحسنت، يعني يتوقع أنه تحسنت حالته. وبعضهم يقول لك أنا لم أعد أستخدم الإنسولين بالمرة، إذا استخدمت إنسولين أدخل على طول للطوارئ بغيبوبة انخفاض السكر. لذلك الحمد لله، يعني ما الذي فعلنا حتى وصلنا إلى هذه النتيجة المبهرة؟ لكن أريد أن أخبرك بأنه طالما أنت لم تغير من نمط حياتك إلى شيء يعني أفضل، لم تتبع نظام معين من شأنه أن يكون قد حسن حالتك، فأنت في منعطف خطير. الذي حدث أنه احتمال كبير جدا صار عندك للأسف فشل كلوي. إذن هذا الشيء بدلا من أن يعني يفرحني، هذا الشيء سيكون إنذار، بأنه إنذار بعد فوات الأوان طبعا، أن المريض هذا قد دخل في مرحلة اعتلال كلوي، والآلية وراء ذلك أن الكلى صارت فاشلة ولم تعد تخرج كما كانت في السابق، لأنه الآن الإنسولين لديه يعني وقت معين يشتغل، بعد ذلك يتم إخراجه عن طريق الكلى.
طالما الكلى صارت فاشلة، بالتالي أي كمية أنسولين حتى إذا كان البنكرياس في النوع الثاني يشتغل إلى يعني إلى حد ما، الكميات القليلة من الأنسولين الموجودة في الجسم سوف تعتبر كبيرة. لماذا؟ لأن الكلى لن تستطيع أن تتخلص منها. بالتالي الموضوع يعني محزن للغاية. أي مريض يلاحظ على نفسه هذا الشيء وبدأت يعني رغم ممارسة نفس النظام بدأت حاجته تقل الأنسولين، لا ينسى أن يذهب لعمل فحص وظائف الكلى. وعلى كل مرضى السكر الانتباه، الانتباه، لا تسمحوا لأنفسكم لأن تدخلوا لمضاعفات مرض السكر. تعاملوا مع أنفسكم يعني بطريقة أفضل، خذوا الموضوع بجدية، رجاء الانتباه، لأن المضاعفات صعبة 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 جدا. تخيل أنك تدخل بفشل كلوي، فشل كلوي يعني إلى هذه الدرجة، بدلا أن تذهب إلى الحمام سوف تصبح يعني مريض كلى، تغسل في المستشفى وتقف في طابور الغسيل أقل شيء مرتين في الأسبوع، يعني تخيل هذا الأمر. في الأخير أتمنى أن تكون رسالة قد وصلت، وإن شاء الله بإذن الله تغيرون أي سلوك خاطئ. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين، وفي أمان الله.